الكرة فوق الجميع، ضربها بالرأس وسجل في هذه اللقطة الجميلة. الله على الارتقاء ووضع الشباك، وبالتالي في الثاني من ركلة زاوية، شوف الرأسية وشوف هنا كاسولا على طول على طول في الشباك، مرت للشباك، عدت للشباك، ثاني الأهداف والعلامة الكاملة يا العنابي، والعلامة الكاملة يا العنابي، معلم عداها وكاسولا كملها، ويأتي العنابي بالهدف الثاني، 2-2 عن طريق كاسولا، لعبها سجلها، يأتي بثاني الأهداف ويعيد الفرحة الكبيرة، ثاني يا العنابي عن طريق كاسولا. كبير عنوان اليوم الخطوة الثانية بعد أن تعادل منتخب الصين وهونغ كونغ اليوم. هناك حسن الهيدون طويل ومشوار صعب، وبالتالي تحتاج إلى الكثير من الهدوء، الكثير من الدعم. أنت تتكلم عن تصفيات كأس العالم، عندنا هجوم خطير، والكولوم ذو 44 عام أشار إلى ركلة زاوية. يتأهل الأول من كل مجموعة، يعني يصيروا كم معنا؟ يصيروا معنا طبعا 8 منتخبات، الأول من كل مجموعة للهيدوس. الكرة على طول للقائد والليدر الشاطر حسن، الكرة فيها ثاني جول ثاني. الله الله الله، خيول الخليج مرة أخرى ينجحون بدخول مملكة بوتان، ويسجل الآن كاسولا للعنابي. نعم، محمد كاسولا بيسجل الهدف الثاني، الدفاع للعنابي يقدم الآن منتخب قطر، أولا محمد موسى وثانيا راسية لكاسولا فوق الجميع، ضربها بالرأس وسجل في هذه اللقطة الجميلة. الله على الارتقاء ووضع الشباك، وبالتالي المركز 94 صادر اليوم للاتحاد الدولي لكرة المشاهد. المزيد المزيد، 32 تسديدة على مرمى بوتان. من جديد كاسولا، فرحة ورغبة كبيرة في الانتصار، رغبة في تحقيق 3 نقاط غاية في الأهمية للعنابي في مواجهة المنتخب الصيني ضمن مباريات الجولة 4 للمجموعة 3 لتصفيات قارة آسيا المؤهلة إن شاء الله إلى كأس العالم وإلى كأس أمم آسيا القادمة في الإمارات. مشاهدينا الكرام، هنا من استاد وملعب ياسر بن حمد، ذهني عالي جدا، أكثر من محاولة للعنابي ليأتي الانتصار، ليأتي الفرق. دعوات حضراتكم ودعوات الجميع بالتوفيق للعنابي في أحداث مباراة غاية في الأهمية. الانتصار يعني الكثير، يعني الراحة والإطمئنان بنسبة كبيرة، يعني الانتصار على المنافس المباشر للتأهل من هذه المجموعة. العنابي على القمة ب9 نقاط، الصين ب7 نقاط. العنابي قبل الماضي مع مارتشيلو ليمبي المدرب الإيطالي الكبير، ولن ننسى أن الصين كانت حاضرة في كأس العالم من محمد كاسولا، تظهر قيمة وتظهر قوة وتظهر شراسة مشروعة وتظهر قمة الاستعداد البدني والذهني والتوقيت المناسب، ثم اللعب بقوة من البداية دون إيذاء، وهي لقطة مهمة تعبر عن شخصية الفريق، ليس فقط شخصية اللاعب، لقطة تعبر عن صاحب الانطلاقة الجميلة كظهير أيمن متقدم، ولكن الدفاع الياباني أقصد 15 يبحث عن الفوز رقم 5، يبحث عن نتيجة إيجابية بعدما كان له ذا بداية وقبل الانطلاق. أمور هذه المجموعة، المجموعة رقم 3 في هذه التصفيات، قطر، هونغ كونغ، الصين، المالي، وأسد علي وأحمد نشيد وأمدان علي وزاد أحمد، هذه الأسماء اللي موجودة لمنتخب المالديف في هذا اللقاء. قلت لك الآمال كبيرة للجزاء. هنا فيها انذار، فيها بطاقة صفراء على كاسولا، اول الانذارات تخرج الان، انذار لكاسولا. اهداف، 3 اهداف في 6 دقائق، لذلك نحن نتحدث عن الدقائق الاخيرة
في المباراة خاصة للمنتخب المالتي. طبعا ثمر وتحدث عن اللاعبين والله صغار في السن، وانه اللاعبين اللي ياتون وتعمد انه يكون مع لاعب، طبعا سموه علي لاعب صغير لاعب 19 سنه انه يكون موجود. لذلك قلت لك مثل هالامور يستخدمها المدربين لما يلعب منتخب بخبره مع منتخب ليس بالمنتخبات اللي لم نصل لهذا الرقم. هنا كره مرت لمصلحه المالديف، هنا مرور لكن كاسولا من امامه يعيدها للخلف، اجبار مره ثانيه ركلة زاوية ملعوبة عالية أمامية راسية، جول جول النبي كاسولا، كاسولا يسجل الهدف الثاني لمصلحة العنابي. جاك الثاني، جاك الهدف الثاني من ركلة زاوية، شوف الراسية وشوف هنا كاسولا على طول على طول في الشباك، مرت للشباك عدت للشباك، ثاني الأهداف والعلامة الكاملة يا العنابي، والعلامة الكاملة يا العنابي، معلم عداها وكاسولا كملها ويأتي العنابي بالهدف الثاني، 2-2 عن طريق كاسولا لعبها سجلها، يأتي بثاني الأهداف ويعيد الفرحة الكبيرة. كرة مرت الآن سريعة لكنها تتخلص بعد شهر من الآن، طبعا بالتمام والكمال بعد يوم 12. هنا خطأ، هنا خطأ دفاعي في كرة مرت عدت، هنا الكرة عادت، هذا ما كنت أتحدث عنه. لما تكون 1-0 مثل هالخطأ وارد، وارد مثل هالأخطاء طبيعي جدا، لكن اللي مش طبيعي أنه ما نسجل أكثر. وبالفعل 1-2-3 وإن شاء الله الرابع بعد، ان شاء الله الرابع بعد، ليش لا؟ منتخب قادر على الوصول ومنتخب قادر انه انه انه, إنه يتناقل خارج ارض الملعب الى ركله رابعه، حديث كبير بالمناسبه، يعني مجتبى جباري، واحد من ديوكو ايضا في مرمى الاهلي، وجاء ايضا بموبيلي من نفس المنتخب ومن نفس البلد، هذه محاوله لمصلحه السد في الطرف الايمن لكن صافره وخطا، نعم كان فيها دفعه وخطا لعبد الله عايش في اللقطه الماضيه. اوريكم اليوم يوم الكعب، الكره مرت لمجتبى اماميه عبد الله عايش لمشعل لكنها تصد في كاسولا، مرت الى خارج ارض الملعب الى رميه جانبيه. السد الاستحواذ اصبح 60-40، يعني الرقم او النسبه بدات تقترب للاهلي. عندنا ركله زاويه سداويه ملعوبه عليا اماميه راسيه مرت، لكن الاهلي خسران 0-1، فاز ب 1-2-1. هذه محاوله لمصلحه السد خطيره داخل منطقه الجزاء، لكن فيها تدخل من دفاعات نادي الاهلي، ما تشوف شر ان شاء الله. شوف هنا طبعا كره علي اسد وتمريرته لكاسولا في الطرف الايمن، لكن بعد ذلك شوف هنا التدخل اللي كان من بيدرو مباشرة وإبعاد الكرة إلى خارج أرض الملعب. هنا شوف التدخل، شوف من بيدرو على كاسولا في اللقطة الماضية، على العموم الرمية الجانبية يمشي له كرة الأمام موبيلي، حلوة نقل الكرة في أقصى اليمين، هنا ممكن لمصلحة الأهلي عرضية أرضية، لكن إبعاد من الدفاعات السدوية، حلوة هذه، حلوة الكرة ملعوبة لكن أيضا تقطع الكرة من أمامه، وصلت مرة أخرى للسد خلفان لكاسولا، هيدوس ينتظر خلفان هو الآخر، بينما الهيدوس مع الدقيقة 83 يأتي بالهدف رقم 2. هنا تدخل وحكم اللقاء يقول ما فيها شيء، حكم اللقاء يقول ما فيها شيء في اللقطة الماضية، وقوع لاعب أهلاوي ولاعب سداوي على أرضية الملعب، ألف ألف سلامة. هنا طبعا الوقوع بعد الاحتكاك اللي كان ما بين عبد الكريم وما بين ايضا موبيلي، شوف اللقطة الماضية، شوف الكرة الماضية، شوف الكرة اللي عدت، شوف الكرة اللي وصلت، شوف موبيلي، وشوف الدخول الماضي، وشوف الكرة اللي اعطى فيها استمرارية حكم اللقاء. هنا الكوري وبعد كاسولا وبعد موبيلي جاء ما بين الاثنين، لكن كاسولا هنا متأثر بإصابته قام بالسلامة موبيلي، وألف سلامة إن شاء الله لك يا كاسولا، إن شاء الله تقوم بالسلامة، تواصل مع زملائك. الآن جاءت 2-1 لمصلحة السد، متى جت 2-1 السد؟ تتناقل ما بين أقدام لاعبو ودفاعات نادي السد، كاسولا، يسو، أمامية، نذير، علي أسد. مشاهدينا الكرام إن شاء الله يوم غد
دوري النجوم استكمال طبعا الساعة 6:15 بنفس توقيت المباراة. ريان أيها الأحبة في كل مكان مشاهدي قنوات الدوري والجماهير لن تتفهم هذه الثالثة. نلعب بالفوز ولن نقدم المبررات لأننا سنة وهجومية لأن رغبة الفوز موجودة وكاملة للطرفين. كرة دم للأمام ويلعب كرة جميلة للجانب الأيمن حيث هنا لورانس. لورانس بيرسل كرة عرضية وبالرأس تبعد من الدفاع على طول أنقذها كاسولا. مباراة من ال 20 وب 24 نقطة حتى الآن كل النقاط 6 إذا ما نجح بالفوز. الأمر كذلك للغرافة صاحب 11 نقطة يرغب بالاقتراب أكثر من المقاعد الأمامية والتحسن أفضل بالذات وللأمانة يا أسد ويا غرافة بمبارياتكم من تقاليد الكرة القطرية. كرة على ربع ساعة لحقت على أحلى المباريات والذكريات. أتذكر واحدة من المباريات الرائعة للغاية في دوري 2007-2008 أحلى المباريات اللي تعادل حاضر. تشافي بيحط الكرة لكن مفهومة على طول من دفاع الغرافة عادت من جديد. لاعبي السد غير موجودين في طبعا قائمة السد وينضمون للمنتخب الأولمبي العنابي في المباريات الودية. هم عبد العزيز ألقاب من أصل 15 لقب كلها غرافة والسد 5 الغرافة وأربعة للسد فنجح بإنقاذ الكرة الماضية حطت تشاوي. شيخاوي يتقدم ويحاول والكرة على طول بتوصل من جديد التغطية وعشاق الزعيم. كرة للفوت ملعوبة على طول من لورانس. هذه هي الأحداث الفنية البسيطة. عدا ذلك يستمر الغرافة بالهجوم والكرة تبعد من كاسولك. كاسولك في لورانس للجهة اليسرى طبيعي الغرافة راح يضغط الآن. أدن علي بيحول كرة والكرة تبعد على طول من كاسولا. رامية جانبية عند أدن علي يقدم مباراة كبيرة كاسولا كواجبات دفاعية. كرة من عبد العزيز حاتم أدن علي إلى عزوز يتقدم عبد العزيز ويحاول ويرسل كرة لا بدايتها وحكم المواجهة يعطي صافرة الإذن. تمت إعارة بغداد بنجاح لفريقه. حتى الأندية الجماهيرية وضعيتها في هذا العام وضعية جيدة. حقيقة من اللاعبين الذين تخرجوا من أكاديمية إسباير وهذه الأيام دور النجوم تذهب بعد ذلك إلى مصلحة نادي مسمير على الجهة اليمين. مسمير يحاول جاهدا أن يفعل شيء في المباراة. أي شيء يفعل مسمير سيجد التحية عليه. الكرة فيها صافرة مخالفة ركلة حرة مباشرة. الركلة الحرة مباشرة جاءت بعد التدخل الأخير من كوسولا. كوسولا تدخل الإشارة إلى وجود أوفسايد بآخر لعبة. الكرة موجودة لنادي مسمير. مسمير هل أدى كل ما عليه في شوط المباراة الأول وبالتالي الآن في شوط المباراة وبالتالي السد يستعيد الكرة. لكن الكرة الآن بين أقدام لاعبي مسمير ملعوبة إلى الناحية اليسار والفرصة حاضرة موجودة من الجهة اليسرى. شوط المباراة الثاني وسط ميدان رهيب جدا بوجود تشافي وبوجود خلفان على زميل وعلى مكان مناسب راح أعطاها كوسولا. كوسولا إلى صالح اليزيدي. صالح اليزيدي رجع لكوسولا. كوسولا لصالح مسمير في الجهة اليمنى. خالد جبرتي يلعب كرة عرضية لكنها تقطع تعود إلى نوري. نوري عدى فيها بشكل ممتاز عدى من الثاني بالغ في المرور نوري. بس زيدان يلعب الكرة طويلة
بالراس مقطوعة لتعود مرة ثانية لصالح نادي السد. لم يخرج من أي موسم في المواسم الماضية، والعودة لتحقيق لقب بطولة الدوري الذي ذهب في النسختين الماضيتين لنادي الرعية، وإبعاد وكرة تعود لمصلحة رامي فايز. عودة بالمحاولة تصل إلى جواد حناش، أمامية ملعوبة من جواد لكن لا على التعيين، سهلة إلى حارس المرمى صعرع في مدرسة موناك. وصولا إلى عام 2000 أول كان حاضرا في موسمين ثم انتقل بعد ذلك إلى إيفيان، أيضا في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، ومع نادي إيفيان لعب إلى 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 لمدة 3 مواسم، ثم تحول الرجل الذي يحمل في سجلاته تاريخيا مباراتين دوليتين للإيفوارية. منتخب الأسماء الجديدة على دورينا ويلينتون سوزا سيلفا، 26 سنة لهذا البرازيلي، بدأ مسيرة الشباب هذا المدافع البرازيلي حاليا ب 26 سنة، ومن البرازيل رحل إلى روسيا. أول كرة في مكان خطير لمصلحة الصقور، ملعوبة المحاولة لا طمع فيها أندريك تيمونيان، عادت المحاولة من جديد، عرضية ملعوبة في منطقة الجزاء، إبعاد الكرة الماضية، المحاولة من جديد مرة أخرى إلى وكرة إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية، قريب جدا من الحدث سلطان السفياني، برافو، برافو حقيقة، ما يمكن أن نشيد به بالنسبة سلطان، قريب من الحدث. والمباراة الماضية الأهلي والجيش أنا كنت أيضا حاضرا بالتعليق عليه، كان سلطان حاضرا في كل المحاولات. يستضيفون آخر ربما من كرة مرتدة أخرى، يستضيفون أو يستطيعون من خلالها إضافة نقاط 3 إلى نقاطهم الماضية، لكن أيضا الاستقبال لم يكن بالشكل المطلوب من عبد الكريم حسن. عادت مرتدة لمصلحة نادي أم صلال، لم تكتمل، لم يكتب لها النجاح. صفرت سلطة أفضل من دكة بدلاء نادي السد. إذا ما استثنينا وجود خلفان على مقاعد بدلاء أسرة، طبعا واحد من 4 أسماء اللي تم اختيارهم ليضلي هو محترفين نادي أم صلال إلى الآن يثبتون الجولة اللي هم عليها. ومحترفين نادي أم صلال إلى الآن يثبتون الجولة اللي هم عليها. ومحترفين نادي أم صلال إلى الآن يثبتون الجولة اللي هم عليها بمساعدة الفريق لتحقيق النقاط 3 في المباراة الماضية، كما حدث مع ويل في أرضية الملعب الآن وخارج أرضية الميدان. هنالك الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين، سجل هدفين، ووسام رزق سبق وأن سجل في ذلك اللقاء، وبالمناسبة أيضا هي المباراة الوحيدة التي جمع في ذلك اللقاء، وبالمناسبة أيضا هي 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 هنالك حكم يأتي يستحق بالتواجد في نهائيات كأس العالم حقيقة. ومن خلال السنوات الماضية كانت المحاولات مستمرة وستستمر، ثقة يجب أن تكون بطولة دوري على مستوى محترف بتنظيم كبير، يجب أن يكون فيها محاولة ملعوبة تأتي لمصلحة نادي السد، لكن أيضا تأتي الصافرة بعد ذلك من سلطان السفياني، والكرة إلى من؟ إلى صافرة موجودة وخطأ لما كرة في الجهة اليسرى إلى الكوري الجنوبي ليونغ إلى تشافي هرنانديز، أمامية من تشافي لكن التدخل الرأسي يأتي بالتوقيت المناسب في اللقطة الماضية وفي المحاولة في منتصف ملعب المباراة، أمامية من تشافي، نادي السد يصل إلى النقطة الرابعة، نادي أم صلال يثبت بأنه أحد فرسان الرهان، ويصل إلى النقطة الرابعة، يشتركان معا في صدارة جدول الترتيب. مشاهدينا متابعينا، متعة إثارة كانت حاضرة طوال 90 دقيقة، أرجو أن أكون